بيّن الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام المعتقد الذي كان عليه المشركين الأوائل بقوله سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. ربنا سبحانه وتعالى أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنك إذا سألت المشركين عن من الذي ينزل المطر أو من الذي يخرج الحي من الميت ومن الذي يدبر الأمور في هذا الكون، سيكون جوابهم الله. وبين سبحانه وتعالى في آيات أخرى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفي آيات أخرى: ولئن سألتهم من خلقكم ليقولن الله. بل وكانوا يعتقدون أنهم على دين إبراهيم عليه السلام بقوله سبحانه وتعالى رادا عليهم بزعمهم أنهم على ملة إبراهيم. المشركين قالوا أن إحنا على دين إبراهيم عليه السلام. ربنا رد عليهم: وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ردا عليهم في زعمهم مع إقرارهم أن الخالق لهذا الكون هو الله والمدبر هو الله والمالك هو الله، كفرهم النبي عليه الصلاة والسلام وحاربه. ناس بيقولوا الخالق الله، المدبر الله، الماسك الكون ده الله. بعد النبي عليه الصلاة والسلام كفرهم وحاربهم صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن ليس هذا هو التوحيد المطلوب من العبد. الزلل بيقول بس هذا هو التوحيد، قد أخطأ. التوحيد المطلوب من العبد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لأنهم كان عندهم خلل كبير جدا في إفراد الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما كان يدعوهم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا شنو؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقالوا بصريح العبارة: والذين اتخذوا من دونه أولياء، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال نحن أن الجماعة دال خاتلنا واسطة بيننا وبين الله، واسطة. لذلك لابد تعلم أن التوحيد المطلوب منك، التوحيد المطلوب من العبد، هو أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبودية لله عز وجل. ربنا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لابد تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبودية. ولذا اليوم في هذا الزمان الصوفية يفسرون لا إله إلا الله بلا خالق ولا مدبر إلا الله. يعني لما تمشي في كتب الأشاعرة يقول لك لا إله إلا الله معناه لا خالق لا مدبر إلا الله. ولما يقتصر، لما الصوفي يقتصر على هذا المعنى، ما بيكون بينه فرق وبين شنو؟ بين المشركين الأوائل. طب فرق ما في، لأن أبو جهل ذات، وأبو جهل لو سألته قلت له الخالق منه بقول لك الله، الرازق منه الله، المدبر منه الله. مشكلتك شنو انت؟ قال أنا ما بنادي الله براو، بس دي مشكلته، ولا بضبح لله ولا بستعين بالله. دي مشكلة أبو جهل التي حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ده الموضوع، دي المشكلة هنا. تقال المشركين بتاع زمان ديل كان بيقولوا الله ما في حاجة اسمها الله،
تقالهم كانوا ناكرين الله تماما؟ لا لا، عارفين انه الله خلقهم ورزقهم. ناس كانوا بيطوفوا بالبيت، بيطوفوا بياكل الحجاج، ما بياكلون مهايوبه، ما مهايوبه وضغماء وملحم ثلاثه، بياكلون حاجه اسمها السويق، عسل، عسل نحل وعجوه، بياكلها للناس. كويس معاك؟ بياكل الحجاج مش الدراويش، بياكلوا حجاج بيت الله بياكلون. بل كان الدليل، الدليل الذي كان يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة من مكة للمدينة، الدليل كان مشرك اسمه ابن أبي أريقط، ده كان مشرك على الشرك، ده الدليل بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان مضروب جائزة كبيرة، المشركين عاملين جائزة كبيرة للزول اللي بيجيب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن العرب الأوائل كان عندهم شنو؟ وفاء. لو الواحد اداك كلام بيبقى عليه، يعني عندهم اخلاق. عندهم شنو؟ عندهم اخلاق. لكن المطلوب انك تفرد الله سبحانه وتعالى. عشان كده اللي بيجي بنادي بيقول يا الشيخ الحقنا وافزعنا، ده اشرك مع الله سبحانه وتعالى. ودي مشكلتنا مع الجماعه دي، خليت بالك معي؟ ده الموضوع، دي المشكله هنا. قلت يا الشيخ الحقنا وافزعنا، هاي عندك مشكله كبيره جدا مع الله. وربنا قال لك ما تنادي الناس دي، لانه ما بيسمعوك. خلي قال فارش لي عسى النحل، عسى النحل بتاع شنو؟ واحد بتاري ساقط، دول بتاع حجبات، بتاع عروق، بتاع كواديك. فارش له عسى النحل عامل فيها قال بيرغي. انت زادك دار الناس يرغي لك في راسك ده، انت زادك دار الناس شنو؟ يرغي لك في نافوخك الكبير ده. كويس معاك؟ اوعى تشتري منه، ها؟ اوعى تشتري منه عسى النحل، قوم لي عليك بلا عسى النحل ولا كلام فارغ. عرفت كيف؟ واحد فارش ده عسى النحل عامل فيها شيخ، تظل مجنون في مخك، قوم لي عليك شوف لك عتالة على التيلر، شوف لك شغله اشتغلها. طيب الزول بيقول الكلام ده، الله قال لك ما تناديه، نادينا انا براي. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ده التوحيد المطلوب منك انت، تسال الله براه وما تسال غيره. لانه لو سالت الزول الميت يا بتاع العسل ها، لو سالت غيره الله قال لك ما بيسمعك. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ما بيسمعك. وربنا قال لك ده زول ضعيف ما عنده شيء مع الله، ده بني آدم زيك. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. أمثالكم دي معناها شنو يا درويش؟ أمثالكم دي معناها شنو؟ أمثالكم يعني زيكم. كويس معاك؟ يعني أبوك الشيخ، عمك بتاع الزريبة، بتاع مصر المؤمنة، بدعوك يا الله بجميع عباد الله. كويس؟ أمثالكم يعني زيكم. يعني الشيخ عنده نخرة واحدة، الشيخ عنده كم نخرة؟ ها؟ عنده كم؟ أربعة ولا واحدة؟ زول زيك يعني، عنده كم عين؟ أبوك الشيخ عنده كم عين؟ عنده كم؟ عنده ستة ولا اثنين؟ يعني زيك، انت عندك عينين وعنده عينين، انت عندك نغرة واحد. عباد ذول زيك، يعني بني ادم زيك، ما تناديه، ما تناديه، انت ضعيف وضعيف. ربنا قال في القرآن يا ايها الناس، يا ايها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. الشيخ ده لو جات الذبابه ركت في العسل بتاع الشيخ، الشيخ خاتلو جزازه بتاع العسل قدامه، خلت بالك معي؟ ما يستطيع الشيخ لضعفه ان ياخذ ما اخذته منه الذبابه. الحشره دي ما يقدر يرجع حقه منها. يجي واحد الشيخ يقول لا ابو الشيخ عندي عتان زاغم مني، جيب لي. يقول له سامي بحويط لك. تحويط شنو هذول؟ انت مجنون في مخك؟ ما بيحويط اي حاجه هذول، وذاته سارقينه.
ريت الحاصل وذاته ناشلينه قبل كده في السوق. الشيخ ذات ما يستطيع لضعفه، ربنا قال ضعف الطالب والمطلوب، لأنك أنت ضعيف وطلبت منه ضعيف، فكيف يلجأ الضعيف إلى ضعيف؟ عشان كده ربنا قال ما قدر الله حق قدره. والله قد ما بيعظم الله، شوفوا دي كلام الصوفية ديل بيعظموا شيوخهم، ما بيعظموا الله. عندنا واحد قريبنا، واحد قريبنا خدمي، زول خدمي عنده جيم في نافوخه ده بتاع السيد علي والسيد بتاع كويس. الجماعة رسلوا له جواب، جواب من الخرطوم هنا هناك البلد، قال لا الحق ولدك بقى شيوعي، شيوعي تب وعامل مظاهرات وجماعة قبضه في الحراسة. عمك ركب القطر زمان بدري، ركب القطر من هناك جا الخرطوم، ابا ينزل، تعرف عمك راكب في القطر فوق كده، ابا ينزل يا حاج انزل. قال لهم، قال له ولدك قابضنه، قال لهم بيتكلم في الاسياد، قال لا يا شنو انزل يا زول، يا زول بيتكلم في الاسياد، قال لا يا شنو ازول كافر بالله وكافر بالاسياد، قال لا الله خليه بيتكلم في الاسياد، قال لا لا حتى نزل. بالله ده عنده اسئله علاقه ده كلام ده سي. ده اللي بيعظم يا زول، قلت لك شيوخ شنو بيعظم شيخ اكثر من الله. تقول له قال تعالى قال رسول الله ما بيقتنع، تقول له ابويا الشيخ قال، الله اكبر طوال يكبر. عرفت كيف؟ مشكله كبيره جدا. ما قدر الله شنو حق قدري. فتعلم من توحيد المطلوب منك انك شنو تتوكل على الله سبحانه وتعالى. ما تمشتك لواحد فارش لك عرق في الوطن، فارش له عروق وعسل نحل كويس معك كلام كده ما عارف من وين، فارش له حجبات زي ما واحد قال له، قال له والله اكتب لك حجاب ما تموت الا كان الله كتب لك تموت. وفي جماعه بولده بيشتروا بعده، والله الا زي الله غيره بعده بيشتري. واحد كان عسكري، عسكري لقيته في الخلا هناك، قال لي انا كنت في الشرطه، قال لي مره جماعه ضربونا لك في ناس ماتوا، قال لي معلقين حجبات واحد حجاب قدر كبير مره واحد يفلقوك به وتقع في الوطن. قال لي عسكري واحد بتاع شرطه ميت والثاني بيقلع من اخوه، خليت بالك معي بيقلع من اخوه الميت وبيلبسه، قلت له انت ما عندك طايوق في راسك ده، هو ده كان بيدفع وكان مات، ده كان مات لكن برضه قال ما اقتنع، لانه يا جماعه الزول عقيدته دي مزوزوه. الزول المشرك دائما بيكون جبان، المشرك شنو؟ بيكون جبان. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اخطاك ما كان ليصيبك وما اصابك ما كان ليخطئك. شفت الجاياك دي بتجيك، الجاياك دي شنو؟ بتجيك. عشان كده كان موت اخر تموت ماشي لقدام، ما تموت التجارة ضاربينك من ورا، فهمت الحاصل؟ انت اصلا كان ميت بتموت، وكان ماك ميت ما بتموت. حاجة دي عند الله كاتبها الله فوق سبع سماوات. لكن المشرك بتاع الحجبات بتلقى جبان، زود جبان قلبه خفيف، تلقى واحد لابس 750 حجاب ما داري يموت كله ده حجاب بتاع عين، ده بتاع سكين، ما داري زول يطعنه بسكين ولا عنده حجاب براو، زول يطعنه بعصايه ما في، يقوم يركب بتاع العصايه. كان في ناس بذخيره كيف؟ مسدسات يعمل واحد برضه كويس معك، ها بتاع الرزق برضه عنده واحد، ما في توكل قلبه ده توكل ما في نهائي ما عنده حاجه عند الله فوق ما بس كلها تحت. ده الزول ما متوكل، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى امر بالتوكل الى الله سبحانه وتعالى. زول تلقاه يا اخي جلد بتاع توت، انت قال الحجاب ده شنو؟ جلد بتاع توت ولا جلد بتاع تيس؟ انت بقى يكون جلد بتاع نعجه، انت جايب خبر جلد بتاع توت معلق في دراعه وتلقاه شغال فارش لك امونيه في السوق. والله يا فارش كمونيه في السوق لسا 12 ما اشتغل شيء يا زلمتك كمونيه دي بياكلها الساعه كم؟ والله قد وذاك فارش بطاطس وذاك فارش امبلكسات، تعرف امبلكسات؟ وشاعر فارش امبلكسات في السوق وقال بيشتغل يهبب في الضبان كويس وما اشتغل اي حاجه. يقول لك طيب حجابك ده بيشتغل بتين، حجابك ده الشايل ده بيشتغل الساعه كم؟ لكن لما تكون صوفي تمشي زي ده بتكون مدرب زي ده كده، تكون مدرب زي ده يلين فيك واحد يبيع لك حجاب ب 50,000 كويس معك، يبيع لك حجبات ودي مشكله كبيره جدا، مشكلة كبيرة. وقت القشة اللي حجاب يقول لك ده بيحميني. أول حاجة سألناهم سؤال، وقلنا ده لك سؤال لو جاوبته بتعرف حجابك ده باطل. عمك شايل له حجاب ورقة كتبها للشيخ
ور جاري ماشي عشان اجلدوا له. يقول لك ماشي للجلاد، في جلاد بجاي هنا خطير، ماشي للجلاد بجاي. طيب ما انت الورقه دي موديها للجلاد لشنو؟ يقول لك عشان ما تتقطع. ايوه عشان ما تتقطع. اي يعني الورقه دي ما قادره تحمي نفسها، هتحميك انت كيف يا بليد؟ انت هتحميك كيف؟ تقول له طيب الحمام بتخش بيو، اعمل فيه عنده ورق، الحمام بتخش بيو. يقول لك لا لا بنخليه برا. طيب جوا الحمام كان حافظك منه؟ يقول لك الله حفظك جوا بيحفظك برا، الموضوع انتهى. ما دار لا حجبات، انت الحاصل ما دار لا حجبات يا اخي. الصحابه ده كان عندهم اذكار بيقولوا اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كان عندهم اذكار ايه الكرسي والمعوذتين كان بيقولوا، ما دار لا حجبات، والحجبات دي من الشرك، من الشرك. عرفت كيف؟ جاء 10 رهط الى النبي عليه الصلاه والسلام، والحديث ده من اصرح واوضح الاحاديث في تحريم شنو؟ الحجبات والتمائم. قال جاءوا 10 رهط الى النبي عليه الصلاه والسلام، قال فبايع 9 يبايعون على الاسلام، قال واحجم عن واحد. قالوا يا رسول الله بايعت 9 واحجمت عن هذا او تركت هذا؟ قال انه معلق تميمه، انه شنو؟ معلق تميمه. قال فادخل الرجل يده في جيبه، دخل يده في جيبه وقطع التميمه فبايعه. في فائده هنا مهمه، لماذا لم يبايعه؟ لان المبايعه تكون على الاسلام، تكون على شنو؟ والزول ده شايل له حاجه فيها شرك بالله، فلا بد تترك الشرك عشان يبايعوك على شنو؟ على الاسلام. ما ممكن يبايعوك على الشرك بالله سبحانه وتعالى من التمائم. عرفت الحاصل؟ فالتوحيد المطلوب من العبد انك تفرد الله عز وجل في العبادات كلها، تطبح لله، تستعين بالله، تتوكل على الله، كل حاجه عند الله سبحانه وتعالى. والكلام كثير جدا حول هذا الامر، وانا افتح ان شاء الله تبارك وتعالى الفرصه للمتحدث من بعدي. ذلك وصل اللهم وبارك وانعم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله.